عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في قناة إيمان زهرة المطبخ التونسي. وينكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حصيل وأنا من الأخر اليوم هربت من الكوجينة، خليتها وخرجت. جيت حبيت نعمل دورة هكا في تيغاز دو بور في مارسي، فيها سنتر كوميرسيال كبير، فيه دي بوتيك وكل شيء، وحبيتكم هكا تعملوا معايا دورة. دونك لهنا أول حاجة عرضتني سيفوغا، ندخلوا هكا نعملوا دورة تشوفوا تاخذوا فكرة خاصة على الأسوام متاع لي برودوي. فما موسيقى قوية دونك باش ندخل ونقص الصوت.
لهنا نكملوا الدوره نتاعنا. باش نوريكم حاجه مزيانه. شو هذه الساعه؟ مش هذه الحاجه مزيانه، هذه بيعوا فيها كالي بلاي ستيشن والجوي نتاع الصغار والكل. هنا اكيد قبل ما نخرج نعمل قهيوه هكا. هاي قولوا لي شكون يحب جلاس، قولوا لي شنو البارفان اللي تحبوا عليه، واللي يحب يستناني يعمل معايا قهوه يستنى. لهنا نخرجوا لبرا نلقاو البحر. دونك باش نوريكم من هنا ريحه شويه. البط اللي يبدا جاي من تونس ولا من الجزائر ولا يبدا يدخل من هنا من غاديكا ويمشي من هنا بعديك هاكا وين يقف. لي باتو اللي يخرجوا يبداو ماشيين للكورس كيما الاحمر هذاك، وين الاحمر هذاك يمشي للكورس تعدى زاده من هنا هاكا قريب على الاخر. فيها زاده مشيت صولي ما حلاه هذوكم جزر صغار اسمهم لي فريول كيما اللي في بنزرت. انا بصراحه يعجبوني اللي في بنزرت، تعجبني ذيك على الاخر. البنيه الكبيره هذيك اسمها سياما سي جي ام، هذيك اللي هي بتسكي الاكسبور والامبور نتاع فرنسا الكل، حاسيل والبطوات الكل تجي لهنا بعديك هي اللي كل حد يهز سلعته ويمشي. معناتها يعني كل شيء تتصوروا في بالكم السلعة الكل ليك تجي لهنا بعديك تتوزع. ولهنا كما تشوفوا جا وقت القهوة البنينة. هاي شكون ماخداش كلاصة قبيلة يجي يشرب معايا قهوة. لهنا خديت معاها تارتو نوا بريفي نهار ان شاء الله نهار نعملها لكم خاطرها بنينة برشا ونجمو ان بلوس نتحكمو في السكر نتاعها، نجمو منعملوهاش حلوة برشا. دونك من داخل معمولة بالجوزة، الجوزة العادية، ومن الفوق مزينة بالنوا دو بيكان. هكا خرجت من السنتر كوميرسيال وجيت المجازان التركية، سبقت وصورتها لكم خاطر نستحق القاضيات ان شاء الله. كان كتب باش نعمل شوية حس، كان كتب غدوة ان شاء الله باش نحب نعمل لكم البوريك التركي. دونك لازمني نوع معين نتاع فرماج، مثلا هذا الفتة وإلا النوع هذا وإلا هذا. مي هذايا نحب حاجة مسكرة خير خاطر ديما كيف يكون هذا ماهوش في الأمبلاج هذا بيا ما ناخوش منه. فما هذا زادا يعملوا بيه هو لما حالي يبيعوا لهنا في عجينة الورقة نتاع البوريك التركي، لكن أنا أكيد نعملها لكم في الدار، نودكم بالروسات على طريقتي. هذا ما أنا نحب نعمل في الدار، ولا زعما ناخو واحدة ونجرب لكم منه ومنه وتشوفوا النتيجة تشوفوا أنا الخير. شنو رأيكم ناخذ واحدة؟ بسم الله ناخذ واحدة ونجرب البات نتاعي ونجرب هذه، قولوا لي انا هي النتيجة خير ان شاء الله. دونك
هذاك هو الفرماج نتاع البوريك. هذه عجينة شراب قمر الدين، هذه قبل كي كانوا يجيبوا لنا في برامج هكا نتاع طبخ سورية ولا لبنانية ديما يعملوها. هاي فما لهنا بكونتيتي صغيرة، يعني عجين متاع مشمش. هي الحمص اللي عملت به الغريبة في العيد، سألتوني برشا عليه، قلتولي كيفاش يكون الحمص. هذا هو اللي خديته كما اللي في تونس، يعني حمص مقلي عادي هاك، مش مملح، معناتها جوست مقلي وكهو. كيف نحلو في الدار؟ نحطو هكا دريجين في الفور جوست يسخن شوية وتتنحك الوميديتي متاعو، يولي مقرمش أكثر باش كي في يترحى يولي معاونا. هذه الطحينية، هذا دبس الرمان، هذوما أنا الحق بصراحة شريت منه، ما نحسه غريب شوية على الطبخ التونسي، ما يجيش هكا في أكلة متاعنا، ما يعجبنيش برشا، حامض برشا، معناتها قد ما حاولت نحطه هكا في روسيت ما عجبنيش بصراحة. وكل حد معناتها شاكين سونغو بالطبيعة. راهو لهنا فما متاع ورق العنب حاصيل، والله جاتني بعض الطلبات عليه، نعرفش زعما ناخو نعمل لكم وإلا مش وقته. انتوكا هو بطبيعته يصبر، معناتها مادام مسكر بالطريقة هذه حتى جمعتين يقعد، دونك ناخذ وقت لك في سهر ربي باش نطيب طنطيبو. باش ناخذ كريم شانتي قدرة لامبرمجة باش نعمل لكم غلاس، باش نحب نجربها بالكريم ليكيد وبهذه ونعطيكم رأي أنا الخير، خاطر فما برشا اللي سألوني قالوا لي الجلاس أما أبا نجيب هذه وإلا بالأخرى. أنا باش نجربها بالزوز وتشوفوها ريزولتا، وفي الطعم نقولكم أنا الخير وانتم بعدك أختاروا. فما ألوان أخرى بالطبيعة، ما البلان ديما خير، بعدك معناتها نزيدوها النكهة اللي عبدي يحب عليها. هذا البوريك التركي، ثم اللي يكون على شكل هذا، هذو ما حاجات يبدأوا محضرين هكا للي يخدم ولا حاجة يحب يشريها حاضرة. أنا الحق بصراحة جامي شريت منها، لأني أي حاجة تعجبني نعملها في الدار واحد، ما مش على حاجة مين نحسها تجي أنظف وأبن. فما هذه البيتزا التركية، هذه مبرمجة يا إما غدوة وإلا بعد غدوة إن شاء الله باش نعملها لكم، تهوة راجلي حسيل وإن شاء الله نعملها، نعملها لكم بطريقة ياسر بنينة وسهلة، وباش نجرب لكم زادة في الفور وفي وعلى الغاز. لهنا بالصدفة لقيت قناوية هكا يبيعوها كونجولي